بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هنعمل بيه سابو فليكسيبل، اللي هو فليكسيبل يعني جايه من فليكسيبيليتي، يعني من الليونه والحركه، لانه بيتعمل بطريقه النعل المفتوح، اللي هو بتبقى الخياطه من بره هنا والوش اهو طالع كده مش مطبق تحت الفرده. الكلام ده جميل جدا وبيفيد قوي، وفي ناس بتبقى يتعمل جزمه اطفال، يتعمل جزمه رجالي، جزمه حريمي، ولذيذ يعني. وهنا بفرشه قشر اهي، وهنا جلد طبيعي من غير بطانه، اذا كان يعني محتاج بتحط بس شامبر هنا حور صغير عشان ما تمطش قوي يعني من الوش. الفكره بتاعت الفرده دي بقى تتعمل حلو ازاي؟ طبعا انت عملت الاسطمبه بتاعتك السابو عاديه خالص، اسطمبه سابو عاديه اهي، ده الفرشه من ورا مفتوح، ودي السابو عاديه اهي. بتعمل ايه بعد كده بقى؟ بتيجي ممكن تعمل حاجتين، يا اما تدي قيمه منطه القيمه اللي انت عايزها هنا بالظبط مثلا، او تشدها عادي، وده اضمن واسهل، بس بتكون حاطط قيمه منطه مش كبيره قوي، لانك انت بعد ما بتشدها بتدي مسمارين في الجنب هنا بتاع القالب كده خفيف، تمسكها وتفرد الوش كله كويس، وبعدين تفتح لبره مش لتحت، ما تطبقش، تشدها على لحم القالب الاول، وبعدين تفتحها لبره، وبعدين تركب الباطس اللي انت هتركبه ويكون فيه عرض، وتخيط الجناب دي، تشيل المسمار بقى اللي انت حطيته وتخيط الجناب دي كده. دي طريقه، وطريقه كويسه. وبعدين تركب النعل بتاعك اللي ايا كان بقى بتركبه معاه. ممكن تعمل كمان حاجه تانية، ممكن انت بعد ما تركب الباطس تعمل استنبط حشو او فرشه على قد البصمه بتاع القالب، بتبقى لجوه ما تبقاش عشان ما تجيش بره الخياطه، يقوم يبان يدوس على حاجه طريه. مع القشره دي هيبقى طريه وجميله جدا، والخياطه من بره بتدي شكل حلو، وطباع فرشه كده وبتاع، بتعمل فرده محترمه، جلد طبيعي، نعل مفتوح، ممكن تبقى جزمه عاديه خالص، بتشد عادي خالص، وبعدين بتصفي فريز بقى، او لو في مشكله عندك في ان انت تعمل الاسطمبه مصفيه كلها وتتخيط، او بتصفي اسطمبه وبتبتدي تحطها على الباطس وتظبط قيمتك وتخيط وتشتغل. بس الافضل يعني عشان تضمن انها تبقى 100 100 والتلبيس مظبوط، اعمل فرده وتفتحها، وبعدين اعمل لها فريز بعد كده زياده عشان تضمن يعني الشد عادي برضو، انا بفضل تشد عادي برضو وتتخيط وكل حاجه، وده زياده يعني، كل ده زياده بره القالب، ده بره القالب، وبعدين تعمل لها فريز. هتبقى جميله جدا يعني. انت هتبقى محتاج مكنه فريز، محتاج مكنه خياطه بره وجوه، او هتبعت عند حد خياطه بره وجوه، ومكنه خياطه عاديه، وفرده ما فيهاش بطانه الا اذا كان حرف بسيط لو حبيت تحطه، حطيت، ما حبيتش خلاص، الجلد تخين وكويس حلو. وبعدين نعل بيبقى برضه ممكن رابر او اي خامه تحبها يعني، لو في حاجه كويسه طبعا، لو في كريب، لو في مش يعني. ويفضل تحط حشو برضه هنا تحت الفرشه دي، يبقى ده الباطس متخيط هنا، ودي من تحت في حشوه، بس هنا في الحاله دي بقى تكمل خياطه كده عشان تبقى حلو، تكمل خياطه هنا تبقى حلو عشان تبقى البارزه الحته اللي تحت يعني. دي فكره حلوه، ومحدش بيعمل الجزم الفليكسيبل دي، جزم ممكن تعمل موديلات كتير منها قوي، وجزمه اطفال حلوه، وهفبوط حلوه رجالي، والراحه. الميزه اللي فيها ان هي ما يعتبرش فيها شد لجوه ولا فيها باطس يعتبر قوي، فبيبقى جميله قوي، رغم ان فيها باطس لكن بيبقى في حته مخده حلوه تحت من الرجل على طول مش تحت الباطس. في فرق ان انا احشي الباطس بعد ما اشد الفرده، وبين ان يبقى الحشو هو اللي تحت رجلي تحت الفرشه، تفرق كتير في الراحه وكده، وبتبقى جزمه طيب. مش كده بيسموها فليكسيبل؟ دي طريقه الفليكسيبل اللي انت ممكن تستعملها، جزمه بناتي، جزمه حريمي، جزمه رجالي، بوت يعني، ومش موجوده كتير في السوق، وما هياش صعبه، وموديلاتها ستاندر وبتشتغل كتير، ودي برضه كويسه وتستعمل الجلد الطبيعي. دي فكره كويسه حبيت برضه اعرضها عليكم وتستعملوها، وان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم، ولو عجبكم تعملوا لايك، ولو في كومنت، لو في اسئله اهلا وسهلا. اخوكم سلامه
حمزة. شكرا للمتابعة، وإن شاء الله ربنا يوفق ونعمل حاجة.